اليوم معرض الكتاب بدت الإقبال العالم على الكتاب بعد مثل ما نقول ما جزعت من الصفحات الفيسبوك والسوشيال ميديا مثل ما يقولون، يعني بدت الناس الأخبار مو كل الأخبار صحيحة، بدت صفحات، بدت ناس أو فنان أو فنانات بعيدة عن شيء فجزعت. الكتاب هو الأساس. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الكتاب حكي لك صراحة مو تزعل من عندي، لسه المشاهد يقول كان انت برابطة مشجعين المنتخب الوطني جابك على معرض الكتاب. الكتاب هذا العراق، الكتاب احنا شلون انا استدا احكي لك شلون دا اقرا من خلال الكتاب. الكتاب هو الاحرف، من تعلمنا من الكتاب الاحرف وبدينا شلون نتكلم وشلون نحكي وشلون، لو ما وصلنا لهالمكان لو ما الكتاب. الكتاب انا اقول لك الاساس ويبقى الاساس وقبال جماهير الشبه العالم، واني اقولهم من خلال قناة الايام تعالوا حضروا الى معرض بغداد للكتاب الدولي، تعالوا تمتعوا، تعالوا تسوقوا هذا الكتاب، انواع الكتاب، ودول عديدة من العالم وصحف عراقية وكتب عراقية معروضة، تعالوا شوفوا كل ما هو جديد. بالاخير انت رئيس لو نائب رئيس الرابطة؟ لا نائب، انا ابو علي مهدي والرئيس. طبعا هو الاساس. شكرا حبيبي.